حبيتك يا اهلي من غير ما اسال سؤال، وبحبك يا اهلي مهما طال المطال. ومعانا معلق مباراه اليوم الزميل حماد العنيزي. مساء الخير يا حماد. مساء النور، هلا استاذ ايمن، ومرحبا فيك ومرحبا في مشاهدين الكرام، والف مبروك للنادي الاهلي العظيم. حقيقه انا اقولها وانا اعنيها حقيقه، لانه النادي الاهلي يعني يا ما فرحنا ويا ما، وانا حقيقه اليوم انا سعيد، انا اسعد الناس بتواجدي اليوم ومع فوز الاهلي. حقيقه كنت يعني خايف انه، لكن كانت عندي ثقه كبيره انه النادي الاهلي بيمر، والحمد لله. الف مبروك لكم جميعا. الاهلي اسعد كل جماهير الكره العربيه. صحيح، حقيقه يعني اليوم كلنا مع الاهلي، كلنا خلف الاهلي. وكنت يعني بعد تاهل يعني كنا عندنا طرف في نصف النهائي. صحيح. رسمي عربي للهلال او الوداد، الحمد لله تاهل الهلال. الف مبروك للهلال وهارد لك للوداد المغربي. اي نعم، مبروك، الف مبروك للهلال وهارد لك، حظ اوفر للوداد، قدم مباراه كبيره. لكن اليوم يعني احنا نتكلم عن الاهلي، حقيقه الشوط الثاني يعني غير كل شيء. صحيح. وفرح الكل، اسعدنا حقيقه سعاده كبيره. انا مبسوط، انا سعيد، والله ما ادري حتى ايش قلت في الهدف، لكن حقيقه يعني الاهلي اليوم قدم مباراه كبيره ويستحق التاهل والتواجد في نصف النهائي، وان شاء الله عقبال النهائي. شفت الماتش ازاي النهارده؟ وهل كان عندك قلق لما الماتش طول وقلت ممكن نخش الوقت اضافي، ممكن نخش ركلات ترجيح، ولا كان عندك ثقه ان لعيبه النادي الاهلي يخلصوا الماتش في الوقت الاصلي؟ والله شوف، انا حقيقه يعني الشوط الاول كان فيه يعني شويه شد وشويه يعني الوضع ما كان جيد، لكن الشوط الثاني مع التغييرات يعني مر الشوط الثاني سريع، وكان عندي شعور، حتى كنت قلتها في المباراه، كان عندي شعور، قلت ان الاهلي بيجلب التوفيق وبيجلب الحظ ان شاء الله ويسجل. الحمد لله انه سجل في توقيت كان مره صعب، رائع صحيح وصعب جدا، وخلاص ما عاد في تعويض، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وبنشكرك على تعليقك المميز النهارده، وبالتوفيق للنادي الاهلي ونادي الهلال السعودي في الدور قبل النهائي ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق، وتحياتي للكباتن عندك نجوم كبار في الله يخليك كره القدم المصريه والنادي الاهلي، الكابتن شريف والكابتن اسامه والكابتن عادل والكابتن احمد، يعني تاريخ كبير حقيقة للنادي الأهلي، واللعيبة اليوم يعني امتداد لتاريخ عظيم للنادي، من أساطير يعني مروا على النادي. تحياتي، والحقيقة أنا سعيد كنت اليوم بالتعليق على النادي الأهلي، وإن شاء الله بالتوفيق، وليش لا، إن شاء الله النادي الأهلي قادر إن شاء الله يمر للنهائي. إن شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله الأهلي بإذن الله والهلال يقدموا الأفضل إن شاء الله بإذن الله المباراتين اللي جايين.